مساء الخير والجمال على كل متابعينا في برنامجنا موناليزا في كل أنحاء الوطن العربي. الحقيقة زي ما عودناكم السيزون ده إن هيكون معانا نماذج نسائية ناجحة جدا. الحقيقة النهاردة مش مجرد نموذج، هي حدوتة. يعني هستحيل هتسأل في مجال التجميل عن العمدة غير وهتعرف هي مين. لقبها الشهيرة بيه في الوطن العربي وفي مصر خصوصا العمدة. معانا النهاردة شخصية أنا بعتبرها نموذج فعلا يحتذى بي، أمنية كمان من أقوى الأسماء في مصر، لقبت بعمدة البروتين، حاصلة على دبلومة صفوة المدربين الدوليين المعتمدة بالاتحاد الأوروبي، وعدة شهادات من أكاديمية جولدن أكاديمي ومن أكاديمية دكتور هنري اللبنانية. الحقيقة أنا مش عارفة أقدمها قد ما حد بيجمع ما بين صفات كتير قوي، الشطارة، اللباقة. أهم صفة يمكن لاحظتها لما بدأنا في الإعداد، أهم صفة لاحظتها حب الناس. قد إيه حصل على كم كبير من الحب في مجالها، شخص مجتهد وشخص ناجح. حابة أقدمك النهاردة، أهلا بيك يا أمنية معانا في برنامجنا، نورتينا حقيقي. شكري. وعايزاكي تكلميني عن نفسك، مين أمنية كمال؟ مساء الخير. الأول أنا سعيدة سهلور. جدا بوجودي معاكي النهاردة، ودايما متألقة ودايما ناجحة، ميرسي. ويعني أسهبتي في الوصف صراحة، وهو أنت اللي مثال مش أنا. ميرسي يا أمنية. لا دي حقيقة، أنت حد جميل ومتفوق في مجالك وفي شغلك، ودايما بتحدثي من نفسك، ودي حاجة جميلة جدا. ميرسي جدا. والستات عموما في الفترة الأخيرة أكيد من بعض ما عندكم، يعني زي ما قلت في البداية أنت حدوتة، وحدوتة مش قليلة، ربنا يعزك، حدوتة في سنين اتعملت في سنين، وأكيد ورا ده كله كواليس. لما شفت حب الناس، الحمد لله، لما شفت حب الناس على مدار سنين، قد إيه حاسة إن يعني كان أكبر داعم نفسي ليكي ده اللي أنا شفته في مجالك، رغم إن المجال المفروض دايما بيبقى فيه منافسين كتير، بس أنا شفت حتى حب منافسينك، ودي حاجة من النوادر. فكلميني كده عن أمنية، كواليس النجاح كواليس الشهرة كانت وراها إيه؟ والله كان وراها يعني طريق صعب كتير، وحروب يعني اتحطيت فيها مش بتاعتي. يعني أنا حد بحب شغلي جدا، بحبه كبحبه. دخلتي المجال ده إزاي يا أمنية؟ بالوراثة. بالوراثة. أنا والدي كوافير، جدي كوافير، عمي كوافير، أنا أول ست في عائلتنا تمتهن مجال التجميل. هم امتهنوه لأن دي كانت التراث بتاعهم، او هي دي شغلتهم، لكن يعني انا حبيت اطور من نفسي، فقررت ان انا اتعلم ابقى كوافير شاطر. وصلتي ازاي ان انت تاخدي لقب عمده البروتين بالاجماع؟ يعني لقب عمده في مجال التجميل، يعني عمده دي طول عمرنا بنسمعها ان ده زي ما بيقولوا كبير بلده. اه مظبوط. ازاي وصلتي ان انت تبقي العمده، يعني كبيره مجالك؟ كنت في حالي لدرجة أنه أنا مهتمة بشغلي، اللي هو يعني لقب العمدة بالذات أخدته لما أي شركة تبعت لي أي مادة أطلع منها شغل صاحب الشركة نفسه ما يبقاش مصدق أن ده شغل شركته أو شغل المادة بتاعته. فبدأوا يقولوا عمدة المتخصصات، بعد شوية قالوا عمدة البروتين، بعد شوية قالوا عمدة في المطلق، ده حقيقي. اللي هو اللي بيتكلم كتير ما بيعملش حاجة. من تجربة لمنتجات لصاحبة براند، خطوة مش هينة ومستاهلة. ازاي؟ هو كان حلم بالنسبة لي حقيقي، في نفس المكان تقريبا وفي نفس الاستوديو من 5 سنين، سألني مذيع بتحلمي بإيه؟ قلت له بحلم أكون صاحبة منتج مصري ينافس اي منتج عالمي. منتج مصري ينافس اي منتج عالمي. احنا اللي وصلتي للمرحله دي؟ الحمد لله. انا مش بعتبر نفسي بنافس، انا بقدم جوده، جوده مصريه ما شاء الله، بايد مصريه، بس هي دي بالنسبه لي فكره. نطلع براند مصري ينافس يعني العالميه ويتصدر بره كمان، ده اللي انا عارفاه. يعني انا بالنسبه لي احنا رواد في كل المجالات، يعني المصريين رواد في كل المجالات. احنا اللي علمنا العالم كله فن التجميل، كل العالم اتعلم من المصريين فن التجميل، كمان احنا اللي بنعلمهم. يعني الثقافات في كل حاجه لو دورنا فيها هتلاقي اساسها المصريين.
ده حقيقي فعلا. فالمنتج بيجي لنا من بره، احنا بنعمله، ايدينا اللي بتعمله، صح، احنا اللي بنصنع النجوم ده صدقيني. حقيقي. احنا صنع النجوم بيبدأ من مصر، بالظبط. ده حقيقي. أمنية يعني عايزة أسألك، أكيد أوكي ده تراث عندكم وأبا عن جدا، إيه اللي أنت طورتيه من نفسك؟ يعني حاجات كتير. درستي وأخدتي ما شاء الله كم شهادات، بدأت، إيه اللي أنت أضفتيه للتراث ده؟ بدأت في البداية خالص بالكورسات البسيطة اللي زي أي كوافيرة عايزة تاخد خطوة إيجابية وتطور من شغلها، ويعني انت تبقى حاليا مدرب معتمد بشهادات دوليه، الحمد لله. وده انجاز في مجال زي مجال التجميل. يعني في ناس الحمد بتدخلوا لله. هوايه شغف، اتعلمت كورس اتنين، لكن النهارده انت اصبحتي مدرب معتمد ما شاء الله، الحمد لله. والجامعات عالميه ومعتمده. بتفيدي بيه غيرك ازاي النهارده؟ ما كنتش ابدا ابدا بستكبر، وما زلت اني اقعد اسمع لاي حد بيحاضر، حتى لو اللي عنده يعني عداني بمراحل، بس هاخد منه على الاقل يعني كلمه واحده حد تفيدني. أصغر مني وأقل خبرة هل أسمع له؟ لازم بس في لازم. ناس لما بتوصل لليفل معين تبقى خلاص أنا ما ينفعش أسمع. بدايه الفشل، ده حقيقي. الغرور، الغرور بدايه الفشل. الغرور اول ما نخرج من نطاق انه احنا كلنا فقرات في ظهر بعض، صح، لو عدينا المرحله دي وحسيت ان انا وصلت، انا فشلت. انا لحد النهارده حاسه ان انا لسه ما بداتش، لحد النهارده لسه بخاف وبقلق. ده حقيقي. خوفك كمان على المتخصصات واللي حواليكي ومجال التجميل عموما، يعني عارفه ان انت عامله مثلا، هنتكلم يعني ده من اهم موضوعات الحلقه اللي انا هكلمها لك، لانك عامله حمله توعيه جامده جدا عن مخاطر مهنه التجميل والعاملين بيها. ممكن تكلميني اكتر عن البوينت دي؟ احنا ما حدش بياخد باله احنا قد ايه بنتأذي بسبب مهنة التجميل. الناس بتبص على الدخل، بالظبط، الكوافيرة دي بتاخد قد كده، ده حقيقي. مش بيبصوا على الماتيريال المستخدمة، مش بيبصوا على الإيجارات المدفوعة، كل ده على جنب. الصحة المهدورة اللي مش بتتعوض تاني، يعني أي كوافيرة كبيرة بقى يعني نقدر صغيرة، نقول ان رأس مال المجال ده الصحة. صحة، رأس مالنا صحتنا حرفيا، ويليه الضمير. طبعا تمام. هاتي اي كوافيرة كبيرة او صغيرة هتلاقي عندها مشاكل جمة، زي الدوالي، زي التهاب المريء، زي خشونة الاحبال الصوتية، التهاب الاعصاب الطرفية. كل دي أمراض بتيجي من المهنة. بالظبط، دي حقيقة. ياه، دي حاجات بسيطة، خدي كل حاجة فيها نقدر ازمة. نقول إن هي مهنة معاشها مبكر. ده مبكر جدا وملهاش عزيز. ياه، مهنتنا ملهاش عزيز. عاملة انتي حملات توعية لده؟ كتير جدا، وعامله جروبات مجانيه بعلم فيها البنات، اسمها زكاة العلم اخراجه. وده لانه احنا واجبنا نعلم اجيال. بدون اي مقابل مادي. لا 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 خالص. انا عارفه كمان انك بتعملي كورسز وحاجه زي كامبين او زي ايفنتس معينه بدون اي مقابل، وبتبقى التكلفه كامله عليكي. مش صعب ده؟ يعني المفروض اول حاجه بيدور عليها اي عامل باي مهنه او خيركم اي من تعلم العلم وعلمه، وانا شايفه ان ده علم. الكوافير مش مهنه من لا مهنه له. عملتي في محافظه واحده ولا في محافظات لا، كتير؟ في اماكن كتير قوي. نقدر نقول كل محافظات مصر. بفضل الله، البحيره، اسكندريه، طنطا، دمياط طبعا، ما المنصوره، شاء الله القاهره بمحافظاتها، بفضل الله يعني. كل دي وجالي كورسات دعوات تحت كتيرة جدا. رعاية عمدة العمدة أمنية كمال. الحمد لله. لا، هي تحت رعاية الناس اللي بتحبني وحابة انه احنا نكمل بعض. اتكلمتي عن الضمير يا أمنية، نقدر نقول إن كلمة السر في نجاح أمنية كمال بمسيرتها، بالشهرة اللي حصلت عليها، بحب الناس، هو الثقة. والله انا كان بيني وبين ربنا عهد من اول ما بدأت، لاني قبل ما امتهن مهنه الكوافير اللي هي اساسا ميراثي، فانا كنت محافظه قران، ما شاء الله، وحافظه القران بفضل الله يعني. فكان يعني بالنسبه احنا لي نسينا في المقدمة ده اول مش مرة، مشكله. يمكن معلومة جديدة عليا، يعني انت حافظة القرآن الكريم كامل. الحمد لله.
فكان بالنسبه لي اول عهد بيني وبين ربنا لا ضرر ولا ضرار. هو ده اللي اعطاكي اللباقه وقدرتي توصلي بيه لقلب الناس اللي حواليكي؟ مش عارفه بس هو يعني اعتقد انه جزء كبير من النجاح بيعتمد على ده. الحمد لله. فكان بالنسبه لي انه لا ضرر ولا ضرار، انا عندي مبدا اني باخد حقي الناس تاخد حقها. صح. بس يا ريت لو كل الناس في كل المهن عملت كده متهيألي هنبقى في مكان تاني خالص. يعني قصه الضمير، العميله ما عادش عندنا عميله النهارده جهله. ده السؤال اللي انا كنت هتطرق ليه، كسبتي ثقه عملائك ازاي؟ يعني ده السؤال فعلا اللي احنا محتاجين. انت كسبتي ثقه عملاء وثقه متخصصات. الحمد لله. ثقه العملاء اكتسبتيها ازاي؟ مش بكذب عليهم، ما بقولش اسماء وهي يعني طلعت علينا موضه باسماء ما انزل الله بها من سلطان، احنا هنعمل كذا مش بروتين، لا بروتين لمجرد بس الماركتنج والتسويق. بالظبط، لا انا هعمل بروتين بس بروتين محترم، بروتين علاجي، ماده محترمه. هو ده نفس السبب اللي خلاكي تكسبي ثقه متخصصاتك اعتقد. وانك تعلميهم صح، انك تتقي الله في المعلومه اللي بتديها لهم لوجه الله، حتى لو كانت مجانيه بدون اي مقابل مادي. هو محدش فرض عليا ان انا اديها، فمجرد ان انت تفكري في العطاء يبقى وجب عليكي الالتزام بالعطاء. خلاص الالتزام بالعطاء. الالتزام بالعطاء، احنا نضيف قررنا. نضيف كمان مفتاح جديد من مفاتيح النجاح غير الضمير، الثقه، العطاء. وان انت تبقي زي عارفه انت ما قلتي زكاه العلم اخراجه. بالظبط، ان انت تبقي عارفه ان اللي انت بتعلميهم دول امتداد ليكي. يكفيني فخرا ان كل البنات اللي بتاخد عندي كورسات او عندي في الجروبات يقول لك احنا بنفتخر ان احنا بنات العمده، وعاملين جروبات وبيعملوا هاشتاج بنات العمده. دي بالنسبه لي كبيره طبعا. ان انت تبقي امتداد لجيل، امتداد. دي حاجه حلوه. هنرجع تاني برضو عشان نتكلم عن امتدادك، ناوي على ايه، اهداف امنيه ايه، بس بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل ونعود من جديد مع الاسطوره امنيه كمال. حبيبي رجعنا لكم بعد الفاصل مع العمدة أمنية كمال. أمنية، حابة طبعا هنتكلم عن المجال وعن حاجات كتير قوي تخص مجالك ومهنتك، أكيد أنت أكتر واحدة هتفيدينا بيها، بس قبل ما نتكلم عايزة أعرف أهدافك اللي جاية إيه؟ طموحك اللي جاي هتحققي إيه تاني؟ هو أنا بدأت بمجال الكوزماتيكس للشعر، وبعد كده تطرقت لمعالجات البشرة والجسم، وكله اورجانيك. يعني انا طبيعي، بحب قوي منتجات طبيعيه. بحب قوي اصلح من بواقي المطبخ، اعالج من بواقي الثلاجه. نلجا تاني للطبيعه زي ما دلوقتي الشركات العالميه عامله تلجا بالظبط. من جديد للطبيعه. بالظبط، لانه الطبيعه لو ما فادتش فهي مش هتضر. بالظبط. تمام، ومنها واليها نعود، يعني كل حاجه في حياتنا بترجع للطبيعه، فايه المانع ان احنا نرجع من البدايه للطبيعه؟ بالظبط. يعني خلينا نقول ان احنا هنعرض صور دلوقتي على الشاشه. اشرحي لنا بقى صورك دي كانت فين؟ دي كانت في مهرجان نجوم الجيل في بنها، وكنت بقدم محاضره عن اخطار او تفادي اخطار مهنه التجميل، ولاقت صدى غير عادي، لان هم سمعوا حاجات في حياتهم سمعوها ما يعرفوش ازاي احمي نفسي بعد كل جلسة او بعد نهاية يوم مرهق وشاق محدش حس بيه غيري. العميلة ما حستش بيه، اللي في البيت ما حسوش بيه، اللي حواليا ما حسوش بيه، اعضاء جسمي بس هي اللي يعني انتهكت اثناء نتفادى اليوم. ازاي مخاطر الجلسة يا امنية؟ يعني حابة بقى اسمع منك باستفاضة. يعني دي بالذات ليها يعني عايزة وقت كبير، بس احنا هناخد كده حاجات رؤوس سريعة. يعني ناخد رؤوس اقلام. يعني مثلا البنات اللي بتلبس اعزكم الله احذية ضيقة، ده خطر جدا جدا لانها بتخنق اوردة القدم. لازم تكون لابسة حاجة مريحة، ويا ريت يكون فيها كعب سيليكون عشان ما تتعرضش للشوكة العظمية اللي بتيجي من كتر الوقفة. كمان ما تلبسش جوارب ضيقه خالص، شرابات ضيقه لا، حاجه باستك على الرجل لا خالص. نطلع فوق شويه، يعني هناخد كده مراحل تحت لفوق. تمام. ناخد البشره،
بلاش ميك اب اثناء الشغل. طيب انا مضطره ان انا احط ميك اب، بعد ما تحطي الميك اب وتخلصي شغلك لازم تنضفي بشرتك كويس جدا جدا. قصدك ان الميك اب هيتفاعل مع طبعا الكيميكالز او الابخره اللي طالعه من المواد، الابخره بتفتح المسام حتى لو كانت خاليه فورمالين؟ حتى لو كانت خاليه فورمالين. احنا لما بنقول عايزين نعمل تنظيف بشره، طب يلا جري على البخار عشان نفتح المسام، ده حقيقي، فاحنا حتى لو احنا دي اول ستيب في تنظيف البشره ان البخار، بنعرض البشره للبخار. حتى بالضبط. لما بنعمله في البيت، اي بنت عاديه ما بتعمل في البيت اول حاجه بتجيبها بيكون بخار، حتى لو بالظبط. من حله او حاجه. ف ناخد كده الاستاذ بخار وعمايله فينا، جفاف العين، جفاف البشره، ترهلات في انسجه البشره كلها، خطوط تعبيريه خطيره بتملى بشرتنا بشكل غير عادي، جفاف الشعر لو هي مش محجبه، تساقط غير عادي من ترسب الابخره اللي موجوده والمواد المتساقطه من الجو طبعا بتنزل على الشعر وبتنزل على البشره، حمل ثقيل وكيميكال رهيب بينزل على انسجه البشره، وحاجه حاجه فظيعه يعني. تمام. التنفس، ناخد كده الجهاز التنفسي، دايما عندنا ازمه في الجهاز التنفسي بسبب الابخره اللي طالعه من البروتين او من المكوى العاديه على فكره، حتى البيبيليس العادية. بالظبط كده. التهاب المريء، التهاب المعده، حاجات كتيره جدا، خشونه خلينا الاحبال نقول ان انت الصوتيه. بتنشري علم برضو، لان مش كل المتخصصات على درايه او وعي باللي انت يعني بالمخاطر والاضرار اللي انت بتقوليها دي. طبعا. يعني خلينا نقول ان انت بتنشري وعي ما بينهم، ازاي اتفادى ده علشان افضل اطول وقت صحتي محافظه عليها، بشرتي محافظه عليها. اصل احنا المشكله انه يعني بعد الصحه ما بتروح مش بتلاقي حد يشكرك، ده حقيقي. يعني مش بتلاقي حد مثلا يقولك ايه والله دي افنت صحتها عشان تعمل لنا شعرنا، العميله لما مش بتلاقيكي هتشوف ضنوا في غيرك، وضع استعداد بتشوف ده غيرك. حقيقي، تمام. ده ولو حقيقي، حست ان انت خذلتيها مره مش هتفتكر لك ال10 مرات اللي فاتوا، صح كلامك صح؟ فعلا مظبوط، فعلشان كده لازم نكون على اهبه الاستعداد دايما، لازم دايما يكون عندك ده جديد حقيقي. في كل المراحل في الشغل. طيب زي ما بتنصحي برضو المتخصصات، خلينا نتطرق للعملاء بتوعك، وخاصة ان انت ما شاء الله على مستوى جمهورية مصر العربية الحمد لله العملاء بتطلبك في كل مكان الحمد لله. ما شاء الله. حابة اعرف ايه برضو التوجيهات اللي بتديها للعميلة، يعني ايه الاضرار اللي بتقولي لها عليها وازاي تتفاداها؟ هل بتكوني بنفس الصراحة دي؟ جدا جدا. العميلة عندي بفضل الله بفضل الله يعني بتمشي على التعليمات وكأنها ماشية على رشدة قلب مفتوح. هي عايزة شعرها كويس وأنا عايزة شغلي بيرفكت، مفيش كلام. أكيد. العميلة لو أنا مش أمينة معاها هتمشي، وممكن تاخد من عندي عميلة واتنين، لو أنا أمينة معاها هتمشي وهتجيب لي 20. جالك عميلة ورفضتيها قبل كده؟ كتير. ايه الأسباب؟ ما التزمتش بالبلان اللي أنا حطيته لشعرها. أنا فيا طبع مش قد كده، بس لو العميلة ما التزمتش باللي أنا بقول عليه ما بحطش إيدي في شعرها تاني، لو هتديني 1,000,000 جنيه. أنا ما بيهونش عليا شغلي، شغلي زي ولادي، محدش بيهون عليه ولاده، فشغلي زي ولادي بالظبط. ما شاء الله. حابة أسأل، بما إنك بقى تطرقنا للولاد وكده، قادرة توفقي إزاي ما بين صاحبة براند، شغلك الخاص، البيزنس بتاعك، ما شاء الله محاضراتك اللي في كل محافظات مصر، قادرة إزاي توفقي ما بين ده كله أشهد الله كزوجة وأم؟ إزاي؟ أشهد الله إني مقصرة حقيقي، غريبة، أول ستة تعترف بتقصيرها. مقصرة ومقصرة جدا جدا جدا، ولولا إن هم متحمليني وبيسندوني وواقفين في ظهري ما كنتش النهاردة بقيت العمدة. يعني أنا اسمحي لي أخد دقيقة واحدة. أكيد طبعا، الوقت كله معاكي. أنا بشكر بيتي وأولادي وزوجي وأهلي وصحابي اللي دايما سندني في ظهري، وخصوصا أبلة فهيتة. بشكر الناس دي، لولاهم ما كانش هما بقى دول في عمدة. الداعم النفسي للأمنية كمال. الناس دي دايما دايما في الإنسان ظهري. ما يقدرش ينجح لوحده، لا، ما حدش دايما بينجح بنقول لوحده. انا لسه في البداية قلت لك كلنا فقرات في ظهر بعض، بالظبط. بس لو عندي فقرة يعني تعبانة نقدر نقول زي ما وراء كل رجل عظيم امرأة،
نقدر نقول ان وراء كل امرأة ناجحة رجل برضو، تمام بالظبط، اكيد، واسرة وأسرة وعيلة واصحاب زي ما بتتحمل تقصيري. يعني انا ممكن يعدي يوم واثنين وثلاثة انا مش متواجدة في وسطهم بسبب شغل الناس. ممكن حد يتصل بيا الساعة 4 الفجر وتقول لي عندي عميلة الصبح ومش عارفة اتصرف اعمل ايه، ف يعني مجبرة ان انا ارد عليها أكيد. لانها لجأت لك فانتي بالظبط ربنا سخرك ليها ليها فلازم بالظبط، تردي، مفيش فيها كلام يعني. ده الله حقيقي. المستعان. طيب عايزه اسالك بقى، بما ان النهارده اتكلمنا وطبعا ان العميل يلاقي حد بالمصداقيه دي ده بقى صعب قوي، فاكيد عملاء كتير هتشوف حلقتنا وهيبقوا حابين ياخدوا عروض من امنيه كمال. ايه العروض اللي تقدميها لعملاء برنامج موناليزا النهارده من خلال العمده امنيه كمال؟ يعني انا عايزه اقول لك ان انا شويه ضد العروض، مش عشان حاجه، بس انا دايما اعمل عروض بمناسبات. يعني مثلا الاهلي كسب اعمل عرض، واضح ان عيد الاهلي ميلاد عزيز عليك، البراند اعمل عرض. ضيفتنا اهلاويه جدا. ضيفتنا اهلاويه. عايزه اقول بمناسبه العروض، اتفضل. المتخصصات اللي بتجري ورا العروض والمواد الرديئه، أرجوكم اتقوا الله في صحتكم وصحة الناس. العميلة اللي بتجري ورا العروض، أرجوكي لما تعملي عرض ب 500 جنيه وب 400 جنيه ما تجيش تجري وتقولي الحقيني شعري وقع، حضرتك خدتي بتعالج خدمة بأضعاف، مقابل مادة. تمام؟ بتعالج بأضعاف كمان بعد كده، فليه من الأول؟ بالظبط والعلاج صعب. بالظبط. إحنا لما بنعمل عروض، أنا لما أعمل عرض مستحيل أخسر. طبعًا. طبعا ودايما بقول كده للعملاء، انا لما صح. بعمل عرض لو ما كسبتش انا كدابه، لو قلت لك انا ما خدتش منك حاجه انا كدابه، يبقى بيتي اولى، يبقى اروح انام اولى. صح 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 كلامك فعلا مظبوط. ففكره ان انا عملت لك والله وتقسم يمين الله ان انا ما خدتش منك حاجه، اذا انت كاذبه صح قولا واحدا، ما فيش فيها فعلا، جدال. معاكي حق فعلا في دي، ما فيش حد هيشتغل وزي ما قلنا بدون مقابل، مش لا احنا من ورانا صحتي. التزامات. اكيد اكيد، اماكن بيندفع ايجارات، بالظبط. ضرايب، عماله، كهرباء، ميه، مكاوي رواتب. بالشيء الفلاني، بالظبط ماتيريال، بالظبط، حاجات كتيره. لا التزامات كتير وبنود فقصه كتير. انه طلعت موضه مش عارف ايه، لا يا جماعه، لا، البروتين مش رخيص، البروتين مش رخيص، والناس اللي بتعمل بروتين رخيص فانتوا بتشتغلوا من تحت السلم، وانا ما عنديش مشكله خالص في العداءات، انت عارفاني يعني. ده حقيقي. انا واجهه وصريحه، ده والناس حقيقي. اللي بتعمل بروتين ب 500 وب 400 جنيه يعني والله ما جبتم ثمن، لا ثمن المشوار بتاع الماده. مفيش حد هيقول النصايح دي، من الصعب جدا. فحقيقي انا اتشرفت بيكي في الحلقه دي يا امنيه، ومبسوطه ان انتي كنتي معايا. أنا سعيدة بيكي أكتر. ان شاء الله باذن الله اكيد هنتقابل في حلقات تانيه، واتمنى لما نتقابل نحكي عن اهداف جديده في قصه حياه كده، الحياه المهنيه لامنيه كمال، العمده امنيه كمال. يعني أنا نفسي جدا في جيل جديد يعلي من شأن الكوافير المصري. تستحقي النجاح، وباذن الله ربنا اكيد هيحقق لك كل يا اللي رب. نفسك فيه. وباذن الله هنكون معاكم في حلقه جديده، انتظرونا الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامجكم موناليزا.